طبعا امبارح كان يوم مهم للغايه، وكلها بتاتي في اطار سلسله من التطورات، التغيرات الاقتصاديه المهمه في توقيت دقيق بالنسبه لمصر. شايف ازاي زخم العلاقات المصريه الاوروبيه وشكل التعاون؟ احنا امبارح بنتكلم عن التعاون الاستراتيجي الشامل، او يعني الشراكه الاستراتيجيه الشامله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش شايف اللي حصل امبارح ده بمعزل عن الاحداث اللي حصلت في الشهور اللي قبله، يعني انا ما اقدرش اقول ان النهارده في تطور فقط في العلاقات المصريه الاوروبيه، او ان الشركاء الاوروبيين جايين يقدموا استثمارات في مصر، او عندهم رغبه في التعاون مع مصر، او رغبه في رفع مستوى الشراكه. لكن انا شايف ان الشهر اللي قبله كان عندنا الصين، والصين كانت هي كمان جاية لنا بترفع مستوى الشراكة مع مصر. صحيح. قبلها بشهرين كان عندنا الهند، وكانت جاية بترفع مستوى الشراكة مع مصر. من شهر صندوق النقد الدولي أعلن على حزمة استثمارات في مصر بأكتر من 8 مليار، مشروع رأس الحكمة. فأنا شايف إن في زخم استثماري جاي لمصر في آخر 3 أو 4 شهور، وده ناتج عن ايه؟ ده ناتج عن ان احنا استثمرنا في بلدنا على مدى 8 سنوات، وكان المفروض ان احنا نحصد اثار هذا الاستثمار في بداية 2020، ولكن مع جائحة كورونا احنا في الاخر اتأثرنا وما قدرناش ان احنا نعرض الفرص الاستثمارية اللي احنا كنا بنيناها في مصر، فتوقفت عجلة الانتاج وتوقفت عجلة الاستثمار. مع رفع الفدرالي الامريكي لسعر الفايدة ده سحب المستثمرين عند الولايات المتحدة الامريكية، فتضررنا طول الفترة اللي فاتت آخر سنتين تحديدا بسبب هذه الأحداث العالمية. طيب هذا الزخم في الاستثمارات يا دكتور لازم نتكلم عنه بالنسبة للشركاء الأوروبيين بعد التوقيع الاتفاقات بتاعت امبارح، لأنه تقسيمة 7.4 مليار كان من ضمنها تقريبا 1.8 مخصصة للاستثمارات. في أي قطاعات هتتركز هذه الاستثمارات؟ هتتركز في 4 قطاعات بشكل واضح. القطاع الأول منهم هو قطاع معالجة المياه، وده محدد في تطوير محطة الصرف الصحي في حلوان، ومد خطوط الصرف الصحي لغاية الفيوم. هتتركز في البنية التحتية المرتبطة بالاتصالات، ومد خطوط جديدة للاتصالات ما بين مصر وأوروبا، هترتب عليها زيادة سرعة الانترنت وسرعة الاتصالات في مصر. هتتركز في مشروعات متعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. هتتركز في مشروعات التنموية للإنسان المصري. يعني النهارده في تحالفات بتتم مع الاتحاد الاوروبي، في رغبه ان هم ياسسوا اول جامعه اوروبيه في مصر، ان يتم دمج مصر في المشروعات التنمويه الاوروبيه، يبقى في مشروعات موجهه للشباب المصري اسوه بالشباب الاوروبي، في عمليه تطوير وتنميه شامله. ولكن برضو لازم يكون واضح للساده المشاهدين ان في الاخر الشراكه دي معناها ان في مكسب. يعني في الاخر انا لو ما عنديش فرصه مكسب في مصر ما فيش حد هيجي يدور عليا، فهم جايين عندنا عشان عندهم ازمه موجوده في اوروبا، وانت عندك الحلول بتاعه الازمه دي. اول ازمه بتواجههم في اوروبا هي ازمه الغاز الطبيعي. بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه وقطع خط الغاز الروسي بالنسبه لهم، المانيا تراجع مستواها الاقتصادي في 2023 وفي 2022، فالمانيا تحديدا عندها رغبه ملحه انها تيجي في مصر تعمل منطقه اقتصاديه في مصر، في منطقه الاقتصاديه المحور قناه السويس، في عندهم رغبة في الهيدروجين الأخضر. انت بقى عندك بنية تحتية، كل اللي المصريين تعبوا وكافحوا عشان يبنوا من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، دي بقت نواة النهاردة ان انت تفتحي على طول مصانع للهيدروجين الأخضر. فانت عندك موارد طاقة مش موجودة دلوقتي في أوروبا، الغاز الطبيعي المصري أو الشمس المصرية اللي بتساعدنا على ان احنا يبقى عندنا طاقة جديدة ومتجددة. وطبعا الموقع الاستراتيجي لمصر هو كلمة السر. وبعدين برضه ساعات يبقى غريب على الساده المشاهدين، ده المانيا جايه تستثمر، ده اوروبا هم اوريدي بيستثمروا في مصر. يعني بالفعل اهم شركات صناعه السيارات في المانيا بتصنع ضفائر الكهرباء بتاعتها كلها هنا في مصر، كتير من قطع الغيار بتاعتهم موجوده هنا في مصر. انت هنا في مصر عملتي 7 مدن صناعيه في اخر 5 سنين، من اول مدينه صناعه الاساس في دمياط، لمدينه صناعه الجلود، لمدينه صناعه الدواء، لمدينه الصناعات الغذائيه في السادات، لمدينه صناعه الذهب، ل
الخطوات الجديدة لتخزين الحبوب. يعني هم من المشروعات التنموية اللي جايين يعملوها عندنا أكتر من 100 مليون يورو موجهين عشان نعمل بيهم صوامع جديدة في محور قناة السويس عشان نبدأ نطور المنطقة دي كمنطقة للتخزين عشان نقضي على أزمة القمح اللي بتواجهنا كل سنة. يبقى عندنا مخزون استراتيجي يكفي مصر ويكفي كمان إن احنا نوزع منه على المنطقة كلها في الشرق الأوسط.